ايه يا ابني، جددت الباقه ولا لسه؟ تمام يا عم علي، كده الباقه اتجددت. طيب سلام عليكم. سلام عليكم. ايه بس، هو انت شربت حاجه؟ شكرا يا ابني، مش عايز اشرب. لا ما ينفعش، لازم تشرب. وانت اي حد ده، انت شحن الباقه 3 مرات في نفس الاسبوع. ده حضرتك عامل في اي بي عندنا يا عم علي. تعرف انا الود ودي ما جيش اشوف ابتسامتك السائله دي، بس اعمل ايه، العيال عندهم امتحان على النت. عم علي هشوفك تاني الاسبوع ده. يا عم سيبني في حالي بقى. عم علي هستناك. نورتنا يا عم علي. عميلون العزيز، لقد استهلكت 25% من باقة الانترنت المنزلي. نجدد؟ ما كنت تتف التفتين مع بعض يا عم علي، لسه همسح تاني. اكيد مش انا، ممكن يكون قصده حد من الجيران. عميلون العزيز، لقد استهلكت 100% من باقه الانترنت. ازاي؟ ما تسيبنا كمل كلام يا حاج الله. بس على فكره بقى، انتوا زباين لقطه، اقسم بالله. والله حد راح جدد الباقه. بلال محمد، اكيد هم. الله، ما هم نايمين اهم. نجدد يا عم؟ ده انت ابتسامتك سائله. قوم يا كلب، انت واقع سايبين المذاكره ونايمين. ايه الامتحانات اتلغت؟ لا يا حاج، احنا كنا بنذاكر بس تعبنا وقلنا نريح شويه. مش احنا كنا بنذاكر يا محمد؟ البس يا معلم. تلعب تاني؟ ما عادش معايا فلوس يا عم. ما عادش معايا فلوس. تلعب على بنطلونك؟ ماشي، بس انت لو خسرت هتديني بنطلونك وفلوسي كلها. اتفقنا يا عم. يلا بينا. يلا البس يا معلم. بطلوني. خد يالا. طبعا كنت بتذاكر يا حاج. كنتوا بتذاكروا برضه؟ طب قولولي بقى يا حلوين، مين فيكو كل ما بشحن الباقة بيخلصها؟ باقة؟ باقة ايه يا حاج؟ انت ازاي تفكر فينا بالطريقة دي يا حاج؟ احنا خلصنا باقات يا محمد. ولا يا بلال، الحق ابوك جدد الباقة. بجد؟ طب يلا ابدا تحميل 10 افلام اللي احنا قلنا هننزلهم. انا اصلا بدات تحميل من غير ما تقول. جدع. وانا هنزل المسلسلات. لا طبعا مش احنا يا حاج. مش انتوا؟ طيب ايه يا حاج، هنروح فين؟ مشوار بسيط بس لغايه ديزني لاند كده وراجعين على طول. الله، هنركب الطبق الطاير. عجبك الطبق الطاير؟ ها جميل. قولولي بقى، مين في كل خلص باقة النت؟ محمد هيقول. انت بتدبسني. سامحني يا اخويا، انا اسف. اوعى تتحرك من هنا، خمسة وراجع لك. اوعى اتحرك. ايه، ما انت رابطني اصلا. يلا قول لي بقى. مش انا قلت لك يا بابا ان مش احنا اللي مخلصين الباقة؟ هو انت مش بتثق فينا ولا ايه؟ لا اصلا. إيه؟ طب انا عندي فكرة حلوة قوي يا بابا، في تطبيق بيخليك تعرف مين اللي فتح شبكة الواي فاي بتاعتك. هو في حاجة اسمها كده؟ يالا انت بتصعق عليا ولا ايه؟ يا بابا والله مش بصعق عليك ولا حاجة، فعلا التطبيق بيخليك تعرف كل اللي فاتحين الشبكة على تليفوناتهم. لا وكمان التطبيق بيخليك تقدر تتحكم في الشبكة تحكم كامل، يعني بعد ما تعرف مين اللي مخترق الواي فاي تقدر تحذفه او تعمل له حظر نهائي من استخدام الشبكة. ومن نفس التطبيق تقدر تغير كلمة السر بتاعت الواي فاي والاسم. مش عارف ليه حاسس ان انت صادق، وفي نفس الوقت حاسس ان انت كذاب، وبتضحك عليا انت والكلب اللي هناك ده عشان افككوا، وهتطلعوا في الاخر انتوا اللي مخلصين الباقة. يا بابا والله ما بكذب عليك، التطبيق بيعمل كل اللي قلت لك عليه ده. اقول لك، لو مش مصدقني هتخش في اول تعليق في الفيديو اللي احنا بنصوره دلوقتي ده، هتلاقيني سايب لك الرابط. حمل التطبيق وجرب، مش هتخسر حاجه. صدقتك اقتنعت. تعرف انا هنزل التطبيق ده عشان حاجه واحده بس، عشان اعمل لك حظر انت واخوك وامك، واشيلكم نهائي خالص من الشبكه دي، واعيش فيها كده براحتي.
ياه قلت لي يا ده اعمل ايه عشان انزل التطبيق ده؟ هتلاقي الرابط في اول تعليق، هتدوس عليها هيحولك على صفحه، هتدور على كلمه تحميل هتضغط عليها ويبقى انت كده نزلت التطبيق. ولا ما تسيبنيش، ابوك زمانه نزل التطبيق وهيعرف ان احنا اللي مخلصين الباقه وعايشة لوحدي. هيا ندلة. ايه ده؟ دي انواع تليفونات محمد وبلال. وهي كلاب طلعت انتوا اللي بتخلصوا الباقه.